سلام يا جماعة يا عرب، أنا طفشت من الشمس العربية هذه، الشمس اللي في الشرق الأوسط هذه طفشت منها. يعني الشمس بتطبخ أي أحد يجي قدامها، يعني أنت تيجي قدامها سواء كان بيض، حتى الحيوانات بتشرد من الشمس. وأخيرا وليس آخرا، إحنا العرب بنتعنى من هذه الشمس. يعني ما تحسوها مرة قريبة؟ يعني ايوه زي كذا ما تحسوها مره قريبه؟ والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. يعني شوفوا معايا، يعني عندكم اسمران حلوه وعندكم ابيضان حلوه وعندك اسيوي حلوه، بعدين عندكم انا. ما انتوا فاهمين ايش قاعد اقول صح؟ شوفوا هذا المنظر، خليني اوريكم. يعني هذه مشاكل احنا بنتعنى منها من جد. وانت بتقعد تضحك عليا؟ دقيقة. ها؟ ابغى اوريك شيء. ايه انا خربت لي الفوكس، تخلي ابوه تمشي؟ شفت واحد ما يعرف يقرا خطه؟ ايوه انا. بتخلي ابوه تمشي يعني؟